اتفضل استاذ. أحمد سامي طلب مسلسل رقم 10920. 10920 ميعاد الامتحان يا سيدي. أيوه بس مش ممكن تقديم ميعاد الامتحان يا أستاذ، كل حاجة هنا بتدور. أيوه بس عبال ما يجي دوره هيكون بقى الشيخ سلام احتاج. أرجوك يا أستاذ خلينا نشوف شغل. طب ممكن قبل يجيب لجنة الاستماع؟ يا أستاذ ما عندناش وقت أرجوك. طب أنا ميت نفسي في ركن الهواء، والله لو سمحت تشوف لي. ركن الهواء أحمد سامي احنا بعتناه اسكندرية من 3 ايام، كان لازم تقدم نفسك امبارح. معلش يا استاذ فرصة تانية. معلش يلا يا فندم، انا عارف ان حظي وحش. من فضلك عاوزين نقابل حضرة المدير. في ميعاد؟ لا احنا جايين له في شغل. انت بس قول له الاستاذ رفعت السناكحلي. سناكحلي؟ ايوه انا اسف المدير مش فاضي. يا حضرة المدير حرامية حرامية. احنا يمكن هنسرق منك الدنيتين لكن انت هتكسب منا كتير. يا خبايخ مدفع. تعال هنا غني يا استاذ. الاستاذ صوته سلاسل ذهب كنز لسه محدش. مش ينفع بقى ده هو. مش غني يا احمد ازاي بس حرام عليك. غني لوم ولا يهمني معك. الو ابو السباك ده عايزه هنا شد الدهب. ايش الدفار ده في عليها لصوص. غني ولا يهمك. يا بنتي يا عيني كمل.